تضم ساحة التحرير نصب الحرية وحديقة تعرف باسم حديقة الأمة، وكذلك شبكة أنفاق تحتوي على محلات تجارية قديمة، كما تعد مركزاً للباعة المتجولين ومركزاً لبيع الأجهزة الإلكترونية ومحلات الألبسة. باب الشرجي كان يلم العالم كله يجود، أو بالأحرى هو كان يسمونه سوق الأجانب، تسمية مالته سوق الأجانب. كانوا هنا الأجانب نذكر بهم الروسي والأشكال يجون هنا يتبضعون، يبعون غراضهم ساعاتهم أقلامهم أشكال، يعني يجيبون البضايع يبعوننا يعني هنا يشترون من عندنا. هاي التاريخ مال القديم، يعني كان المريض العدة هم يجي الباب الشرجي هنا يتونس، يجي يباوع الناس، يتبضع، يباع الأشكال، العالم أشكال البشرية هنا. والله كانت الباب الشرجي أكثر شيء معروف، باب الشرجي بيع الساعات مالته، يعني اللي يريد له ساعة يريد له هذا يروح الباب الشرجي، يعوف العراق كله يجي على باب الشرجي ياخذ له ساعة، هاي معروفة ساعة أو قلم. يعني كانوا المدراء أو حتى الوزراء كانوا يجون ياخذون من أنا ساعات. وحاليا والله هسه السوق تعب، سوقنا ما مو مثل قبل كانت متوجهة البضاعة، هسه السوق تعبان من وراء الحكومة، يعني خلت الوضع كله تعبان، يعني سوقنا تعبان. هي بصورة عامة هسه احنا منطقتنا ومنطقة باب الشرجي صارت كاميرات مال المراقبة تعرف على الوضع الأمني، صارت كاميرات محلاتها سيحوي من باب الشرجي من بداية لهذا يحوي عبارة عن كاميرات مراقبة بس.